أنا مات هاتر. هاي اسمعوا، طوال عشرات السنين عائلتي كانت تعرض أفلام الوحوش القديمة من دون أن تدرك بأن قوة السجلات كانت تطلق أشرار الأفلام في بعد جديد آخر. ترتيب هذه الفوضى صار من وظيفة عائلة هاتر، ولكن بعد أن أسر جدي صار علي الآن أن أصبح البطل التالي من آل هاتر. غلطتك أنت. أنا؟ أنت من ربط العقدة؟ ما الذي يجري؟ هذا مثير، انظر إنه جمل طائر. ماذا؟ كرة الجاذبية؟ ولكن أنا أراه جملا. لم أعرف من قبل أن قوة جاذبيتها قد تؤثر فينا هنا. إن استطاعت واحدة أن تهزنا، ماذا سيحصل معنا إن رفعنا كرات الجاذبية الثلاثة كلها؟ لا هزات أخرى، أليس كذلك؟ وأيضا لا سجن. كان هذا جوابي الثاني. هذا ممتاز. أستدعي سايبر ريسر. أوه، هذا يبدو خطيرا جدا. عندي مهمة على أعلى مستوى من الأهمية. آمرك بأن تستخدم مهاراتك القتالية في الصحراء وسرعة ساحق الكثبان لكي تجد وترفع آخر كرات الجاذبية. النجدة! ساعدنا أرجوك. ربما لا يستطيع رؤيتنا، نحن هنا فوق وهناك ستبقيان. سايبر ريسر، هل فككت شفرة الرسالة الخفية؟ مكان كرة الجاذبية الثانية تحدد، المحطة التالية حفرة القراصنة. اذهب مباشرة الى هناك، لا تتأخر ولا تفشل. لا تتركنا ارجوك. انظر، هذه جوارب. هل أعجبتك؟ نعم طبعا، تذكرني بالجوارب التي أهديتك إياها. وهذه يا عزيزتي مني أنا. مقشرة بطاطا؟ ليست مجرد مقشرة بطاطا، بإمكانك استعمالها للجزر والتفاح والجوز والخيار، وباختصار لأي شيء تريدين تقشيره. لا أدري ماذا أقول. لا تقولي شيئا، أنت اجلسي وارتاحي وأنا ومات سنهتم بكل شيء. هيا. يوم ميلاد سعيدا أمي. تذكري، النية هي المهمة. هل تظن أنها عرفت أن هذه الهدايا خديعة؟ لا، لكنها تسيء الظن بنا. أعتقد أن هذا صحيح. ثق بي مات، إنها حفلة مفاجأة،
كلما سأظنها أكثر بنا كلما يكون شعورها أفضل حين يبدأ الاحتفال. أتعتقد ذلك؟ بل أنا واثق، وسوف تسعد والدتك حين ترى هذا. واو! أجل، وسأضعه في هذه العلبة الكبيرة كي أضلل توقعها. سيكون هذا رائعا. هاي، هل رأيت مارلون؟ هم؟ هم؟ لا تقلق، سيظهر. لو سمحت، أنا سأبحث عن مارلون في المكتب. لا مشكلة، لكن لا تنسى أن سأحضر أمي إلى هنا في السادسة، فهمت؟ ولا تتأخر. روكسي! مات! إن السايبر ريسر خرج كي يعرض الكوكب للخطر. سايبر ريسر؟ الشرير السريع؟ نعم، وها هو قد انطلق للتو، فهيا أسرع. حسنا، نوقف سايبر ريسر فننقذ الكوكب، ثم نحضر أمي إلى الحفلة قبل السادسة. هيا بنا. بحر الرمال وبسرعة. هل طلب أحدكم هاتر؟ الوقت يضيع مات. واو، ما هذا الشيء؟ هل تمزح؟ هل هو يمزح؟ لا، فقط أخبرني ما هو. هذه كرة الجاذبية، إنها تتحكم في جاذبية الكوكب، من دونها نصبح في أعلى الفضاء. واو، هناك ثلاث منها ولها قوة فائقة، لكن يجب أن تبقى في عمق الأرض. وتانروك أرسل السايبر ريسر ليرفع الباقيتين. لكن لماذا يرغب تانروك في تبديل الجاذبية في الكوكب؟ غوميز يعتقد أن ارتفاع الكرات الثلاث قد يحدث اضطرابا قويا إلى درجة أنه يستطيع فتح كل أبعاد السجن. إذن كي يتحرر. مات، المعلومة عن الكرة التالية، إنها مخبأة في قاعدة ميسلة، لكنها غارقة تحت الأرض. قال إنه ذاهب إلى حفرة القراصنة. حفرة القراصنة، هيا بنا. لن تدركوه أبدا بمزلقة الرمال، لأن مركبته بسرعة الصاروخ. هذه ليست بسرعته، أعرف طريقا مختصرا. لا، تقصدين؟ نعم. لا، دوامات الرمال خطرة جدا. أخطر من جاذبية صفر ومن أن يتحرر تانروك. حسنا، إن كانت مركبة سايبر ريسر بالسرعة التي يصفونها، فسنحتاج إلى ما هو أسرع منها. عربة الكثبان؟ بالضبط. غوميز، أحضرها ولاقنا عند حفرة القراصنة. وجدتك. واو! 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 الآن عرفت لماذا كان غوميز خائفا. لقد تأخرنا. مات، اكتشف المعلومة. إذن علينا التفكير بسرعة. حسنا، إن عرف أين هي التالية فكيف سنمنعه؟ هناك طريقة واحدة، نحطم مركبته. ماذا؟ لن يسبقنا إليها إن اضطر إلى السير على قدميه. استعدي للإخلاء. الإخلاء؟ أنت تعني القفز. الآن. ماذا اللحظة؟ ساحقة الكثبان.
الآن اضربيها بسلاحك. لماذا؟ افعلي ذلك. نحن نسبق ونتفوق، سوف نضع حدا لهذا السباق. واو، ما الذي يجري؟ الجاذبية صفر، انظر، أطلق كرة الجاذبية. لا أحد يوقفني أبدا. ها، يبدو أن لعبتك لن تصل إلي. إذا سأرتفع. أوقف عمل حذاء الجاذبية. أوقفت عمل حذاء الجاذبية. رائع، ها هو يطير. كانت قريبة جدا. هي رأس البترول، هل خفت مني أنا؟ لنرى هل ما زلت تعتبر هذه لعبة. توقف سيد تينروك، ما معنى هذا؟ اسمع، وقت لهذا. رفع الكرة الأخيرة سيخلصنا من هذين المزعجين. تحرك. إن حدث ووصلت إلى هذا الكوكب فسوف أكون أول من يقضي علي. شغل حذاء الجاذبية. شغلت حذاء الجاذبية. مهلا لحظة، مستحيل، إنهما مرتبطان. وداعا أيها الفاشلان. ما الأمر؟ سايبر ريسر ليس مجرد إنسان، جزء منه آلة. ماذا؟ إنه بالكامل من المعدن والأسلاك. ساحقة الكثبان ليست مركبته بل جسمه، إنهما شيء حي واحد. إذا لهذا صرخ حين ضربت ساحقة الكثبان. تماما. غوميز ابق بعيدا. غوميز آت للإنقاذ. ماذا؟ مات، لقد بدأت تنزل. هل حصلتما على المعلومة؟ أنا أعمل على هذا. لا شيء عليها. ماذا؟ مهلا لحظة، الرؤية المتعددة. أظن أنني حصلت عليها. بسرعة، بدأت تنزل. واو. مارلون. 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 مارلون، قل لي هل أنت هنا؟ كنت أعرف أنك ستظهر. إذن سايبر ريسر هو آلي؟ نعم، وهذا لا يسهل مهمتنا أبدا. نعم، والمعلومات المخفية لا تعني شيئا. إن القوة لا توجد إلا قرب قبضة السيف العملاق. قرب قبضة السيف العملاق؟ هناك سيف عملاق واحد في بحر الرمال. السيف الحجري المعقوب، هذا سهل. روكسي، أوصلينا إلى هناك قبل سايبر ريسر. لك هذا. لن يكون هذا جميلا. أوه، ما كنت أعرف أن هذا سريع إلى هذه الدرجة. عندما سيبطئهم اطمئن. كرو يحب هذا. بدل الفضاء والمادة. انظرا، ليس من الضروري أن تكون عالم فلك لتعرف أنه لا يوجد في الكوكب نجم قرمزي. إذن هل كرات الجاذبية تبدل الفضاء؟ بالطبع لا. خطأ. إنه تينروك، هذا فخ، أمامنا تماما. الرؤية المتعددة. واو، ما هذا؟ حزام كواكب، طريق فضائي. أجسام سماوية، هجوم.
قد أدخلنا إلى هنا. تمسكا جيدا. كدنا أن نهلك جميعا. روكسي، عندك فكرة أين نحن؟ أظن أن تانيروك أدى لنا خدمة. ها؟ حقا؟ اسمع، صوت المحرك، إنه سايبر ريسر، وصلنا لنوقفه في مساره. شكرا تانيروك، ما كنت لأفعل أفضل من هذا. هاتر، إن لم تغلب على سرعتك فسأطلق النار عليك. قذائف مدفعية رملية، إصابة واحدة ويقضى علينا. أخفضا رأسيكما. غوميز، استلم المقود. أستلم المقود؟ لا أريده، إنه لك. سايبر ريسر يحلق وحده، اغرب عن وجهي. اوه، هذا مؤلم جدا. ممتاز، لكن هاتر اقترب كثيرا. هاتر لم ينال شيئا، سايبر ريسر وصل الى الكرة الثالثة. اخرجي اخرجي حيثما كنت. لا أثر للمسلة. إذا لدينا الوقت لنوقفه. إذا أنت مختبئة هنا. توقف مكانك. فات الأوان. لا! مات، الكوكب سيسبح في الفضاء أو ستختفي إلى الأبد. الفوضى، لا شيء ألذ منها. حان الوقت لننهي الأمر. لقد نجح، لقد نجح. سوف نحكم الكوكب أنا وأنت. رائع. أقصد أنت من سيحكم الكوكب. هل ظننت فعلا أنك تستطيع منعي؟ وداعا أيها الكوكب. هناك دائما فرصة، ومهما حصل آل هاتر لا يستسلمون. ها، الكوكب على وشك التعرض لشر مدمر، وأنا آت كي أخلص عليكم. هل يستطيع؟ يرتفع إلى هنا؟ لديه حذاء جاذبية. بالطبع لديه. أوقف عمل حذاء الجاذبية. أوقفت عمل حذاء الجاذبية. هيا تعال. أنت مجرد فتاة تحمل عصا. هو لم يقل هذا؟ حقا؟ هيا جربني. ما كان هذا؟ لم تكن ضربة عصا. حان وقت التصويب الجدي، انتهى وقت اللعب. جهاز التصويب يعمل. ليس جيدا. يسعى الى القذائف الرملية. ماذا؟ هل تبحث عن هذا؟ هذا مستحيل، كيف فعلت؟ تغفل فتخسر. هاتر، أعطني هذا. حركة إبهام سوف تحصل الآن. لا تفعل هذا. بل افعل. افعل افعل. لنفعل هذا إذن. لا لا. لا. انطفأت الأنوار أيها الآلي. لا لا لا، ليس ساحقة الكتبان. لا. مات العملية، لقد عكستها. واو. مات، إنه يقوم بالتحول. الضوء الأحمر سايبر ريسر، سأجعلك تستقر في قبة الأشرار. لم ترى كل ما عندي بعد يا هاتر. آه.
به للقبة، قبة الأشرار. حاضر، هذا سيقضي علي حتما. لقد سجننا سايبر ريسر وأنقذنا الكوكب ومنعنا التينروك. ممتاز، في يوم واحد سيسجل هذا في السجلات. صديقي، علي أن أغادر، عندي حفلة في بعد آخر. أمي، مهلا، إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى المتجر، سأحضر ما يؤكل في يوم ميلادي. حسنا، لكن دعيني أريك شيئا أولا. جيد، لكن بسرعة رجاء، المتاجر تقفل بعد ساعة. مفاجأة. مفاجأة. يوم ميلاد سعيدا أمي. تدبير كل هذا كان صعبا. أصعب مرحلة كانت أن نتظاهر بعدم الاهتمام. انتظري لتشاهدي هداياك الحقيقية. افتح الكبرى أولا. ها؟ إنها رائعة. أنا عندي فكرة جيدة. أفضل من مقشرة البطاطا عزيزتي.